الأمور الفنية قد اتفقوا عليها، هذا أمر أصبح واضحا في مسألة التفتيش والعودة للاتفاق النووي، ولكن هل إيران بتحشيداتها في سوريا بهذا الشكل كما نتحدث اليوم واستلامها لقواعد إن صحت هذه الأخبار من The Moscow Times وغيرها، هل إيران تريد القول ارفعوا الحرس الثوري من قوائم الإرهاب وخففوا العقوبات وإلا ستكون هذه النتيجة؟ هل هذه الرسالة التي يجب أن تفهمها المنطقة بتقديرك؟ أعتقد أن هذه الرسالة فعلا هي أوجه أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو إذا تم اعتداء على إيران كما يقول الإيرانيون، فأن هذا يعني بأن إيران لديها أيضا أدرعها، لديها حلفاء، لديها أصدقائها في المنطقة، وعلى أي دولة كانت الولايات المتحدة أو أصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة، فإن إيران لديها القدرة على إلحاق الأذى بهم. وهنا طبعا التركيز يأتي على جانبين، هناك أولا أن حدثت حرب أو حدث ضد إيران واشتركت فيها الولايات المتحدة، فأن الإيرانيين كما يقولوا ويعلنوا هم لا يخفون ذلك، فأن إسرائيل ستكون مستهدفة أول المستهدفين بغض النظر عما إذا شاركت عسكريا في القتال أو لم تشارك، كما أن بعض دول الخليج ستكون هي أيضا مستهدفة إذا استهدفت مؤسسات ومنشآت إيرانية وأهداف عسكرية ومدنية وبنى تحتية داخل إيران بالإضافة إلى المنشآت النووية.